برحب بضيفي وضيفكم النهارده الكابتن مدحت طه المدير الفني لفريق 99. ازيك يا كابتن مدحت؟ اهلا وسهلا كابتن اسامه. اهلا وسهلا، كل سنه طيبين، منورنا ومشرفنا. الله يخليك، ربنا يخليك. في البدايه بقى قول لي كابتن مدحت طه، يعني البدايه في قطاع الناشئين كانت من امتى؟ والله انا جيت النادي الاهلي سنه 2005 من 2005 لغايه دلوقتي الحمد لله، يعني ما خرجتش من النادي. دخل تقريبا في 14 سنه ما شاء الله. بداتها مع مين بقى؟ كان البدايه والله انا اول شغلي كان مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن زيزو. كان سنه 2005 كان في فرقه الشباب تحت 20 سنه. تمام. كنت المدرب العام مع كابتن زيزو. وبعد كده فضلت بقى بعد كده اشتغلت مع كابتن ضيا وكابتن فتحي مبروك، وبعد كده اشتغلت بقى لوحدي. كابتن مدحت طه بقى، يعني ابرز الحاجات اللي بيتعلمها من الشيخ طه، واحنا كلنا كمان ما شاء الله يعني بنتعلم منه، وكمان هو بيحلل في الاستوديو التحليلي. ابرز بقى الحاجات، خاصه ان كابتن مدحت قريب من الشيخ طه، ايه ابرز الحاجات او التعليمات اللي ممكن بيقولها الشيخ طه للكابتن مدحت؟ والله احنا طبعا زي ما انت عارف يعني البيت كله اهلاوي، ويعني نشأنا كلنا في حب النادي، وكلنا كنا متواجدين في النادي من صغرنا، اتولدنا ان احنا نحب النادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين. كان كل تفكيرنا او تفكيرنا بالذات ان انا اخش في مجال التدريب، عشان كده دخلت في كليه التربيه الرياضيه وتخرجت سنه 92، واشتغلت فتره في نادي المقاولين العرب. تمام. وبعد كده انتقلت، يعني فتره كانت كبيره من 92 لغايه 2005 كنت في نادي المقاولين. يعني في خبرات قبل النادي الاهلي من 92 ل 2005؟ طبعا طبعا، فتره طويله. وخرجت من خلال نادي المقاولين سنتين في الخليج بره، نادي الامارات، في نادي الخليج في الامارات سنه 94، وسنه 98 في نادي الجزيره في ابو ظبي. كويس. وبعد كده سنه 2005 انتقلت بقى للنادي الاهلي. والحمد لله لغايه دلوقتي. يعني ما شاء الله السنه دي مع 99 عامل يعني نتائج وعامل ماتشات قويه جدا، خاصه ان 99 يعني كان في فتره كده كان بعيد عن البطوله، لكن السنه دي ما شاء الله كابتن مدحت طه يعني في المنافسه وفي المركز الاول ومتصدر كمان. يعني قول لنا عن يعني بتاع 99. والله الحمد لله السنه دي احنا ماشيين بشكل كويس جدا. زي ما قلت حضرتك في البرنامج الحلقه اللي فاتت في المداخله، ان انا قعدت مع اللعيبه واتكلمنا وقلت لهم انتوا بقالكم فتره بعيد عن المنافسه، بقالكم فتره بتأدوا الدوري بشكل يعني روتيني، عايزين نعمل حاجه مختلفه السنه دي. تمام. عايزين ننافس السنه دي، عايزين نترك بصمه، عايزين نبين للناس ان فرقه 99 دي فرقه كويسه، فرقه بتنافس، فرقه يستحق منها 3-4 يطلعوا الفريق الاول. والحمد لله الولاد السنه دي تجاوبوا بشكل كويس، ومن بدايه الموسم الحمد لله عملنا نتائج كويسه، والمكسب بيجيب مكسب زي ما بيقول الحمد. تمام. لله الفتره برضو اللي فاتت دي حققنا حوالي 11 فوز من 17 مباراه. كم يا كابتن؟ واحنا هنستعرض دلوقتي بنشوف جزء من التدريبات لفريق ال 99. عايز اعرف برضو تقول لنا كل الجهاز، جهاز اللي شغال مع كابتن مدحت طه. معايا طبعا كابتن اسحاق اول مدرب عام، كابتن احمد عبد الظاهر مدرب، كابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى، كابتن صابر سناده مدير اداري، ومعايا الدكتور اسامه طبعا طبيب الفريق، وكابتن احمد عبد الخالق المدلك، ومعانا طبعا عبد الرحيم وعاطف مساعدين. في مخطط احمال معاكم يا كابتن مدحت؟ في مخطط احمال للجهاز الناشئين كله، يعني بيشترك الناشئين. بيشترك مع الناس كلها. يعني بيشتغل ممكن مع ال 97 مع 99 مع ال 2000 مع ال 99 ومع ال 2000 مع ال 2000 يعني ليه دور مهم طبعا. طبعا 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 يعني بيبقى في تنسيق في الشغل طبعا ما بينك وبين مخطط الاحمال. احنا عموما كل يوم حد دايما بيبقى عندنا بنخش الجيم، فبيبقى ليهم دور كبير طبعا في موضوع الاحمال ده. وفي تنظيم الاحمال دايما بيبقى في تنسيق معاك في الشغل، خاصه انتوا بتلعبوا كم مباراه في الاسبوع؟ لا هو مباراه واحده يوم الخميس. مباراه دايما الجدول محطوط من الاول ده الدور الاولاني، يعني الدور الثاني هيبقى فيه مضغوط شويه. هيبقى فيه اثنين وخميس في بعض الفترات عشان الامتحانات. عشان يلحقوا يخلصوا في وقت قبل رمضان. واحنا دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جدول ترتيب 99. عايز اتكلم معاك بقى عن اقوى المباريات اللي انت لعبتها في خلال الدور الاول. والله طبعا زي ما انت عارف يا كابتن اسامه الماتشات كلها بالنسبه لنا بتبقى صعبه،
كل الفرق اللي بتلعب ضد النادي الاهلي زي ما انت عارف اذا كان مستواها 50% في ماتش الاهلي بيبقى 90%. طبعا فكل الفرق بتلعب ضدنا بشكل مختلف. احنا دلوقتي بنشوف الترتيب دلوقتي في فرق مواليد 99. النادي الاهلي في الصداره لعب 17 مباراه، فوز في 11 مباراه، تعادل في 4 ماتشات وخساره في ماتشين، ليه 35 هدف وعليه 18 هدف، متصدر برصيد 37 نقطة. الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد 35 نقطة، وإنبي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة. لا يعني والمولين العرب في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، يعني المسافة قريبة. وزي ما بتقول دوري قوي زي ما احنا شايفين، الزمالك في المركز السادس برصيد 26 نقطة. يعني انا شايف ان المنافسة لسه قوية ولسه ما زالت في الملعب. لا طبعا المنافسة صعبة جدا والفرق كلها متقاربة. والغريب ان في الدوري بتاعنا ان مش شرط مثلا الترتيب ما بيهمش، يعني ممكن تبقى فريق مثلا في المركز اللي قبل الاخير ممكن يكسب فريق مثلا في من الناس اللي بتنافس. وده تكمله الجدول، بيراميدز في المركز العاشر، 11 انتاج الحربي، 12 طلائع الجيش، 13 الاتحاد، 14 حرس الحدود، 15 بتروجيت، 16 وادي دجله، 17 الداخليه، وفي المركز الاخير 18 الجونه برصيد 7 نقاط. اتفضل يا كابتن. فزي ما بقول لك يعني الترتيب ده ما بيديش انطباع للناس ان هو الاخير، يعني لا ممكن تلاقي الاخير ده بيعمل نتيجه كويسه مع اي فرقه من الفرق اللي بتنافس في الصداره. فالدوري صعب جدا، يعني زي ما بقول لك دوري في منتهى الصعوبه. في ماتشات طبعا كان بالنسبه لنا فاصله، يعني مثلا ماتش انبي احنا بنلعب انبي في على ملعبها هناك، كانوا هم اللي ورانا على طول. مش الاسماعيلي، كانوا هم اللي بينافسونا ساعتها. يعني الجدول بيشقلب. يعني نشوف الاسماعيلي، نشوف انبي، المقاولين، بيحصل تغير في الجدول. تمام. وكان في الاسماعيلي في فترات في بدايه الموسم اول 3-4 ماتشات كان هو المتصدر. تمام. وبعد كده احنا الحمد لله من ساعه ما حطينا رجلينا الحمد لله الامور ماشيه لغايه نهايه الدور الاولاني الحمد لله. فزي ما بقول لك ماتش انبي كان بالنسبه لنا مهم جدا. لان هم كانوا ورانا بنقطتين. فكان الماتش ده انت عارف الماتشات اللي دايما اللي فيها تنافس دي بتبقى بستة بونت. مظبوط. فالحمد لله قدرنا ان احنا نكسب انبي في انبي بعد طبعا فترات طويله كانت الفرقه 99 ما كانتش بتقدر تفوز على انبي بالذات في ملعبها. ممكن يكون في النادي عندنا بقى بنكسب، لكن بره ملعبنا دي كانت تبقى صعبه شويه. ده اول فوز للانبي، اول فوز للفريق 99 على انبي على ملعبه. تمام. صح. تمام الحمد لله. طيب عايز بقى اخدك لمباراه الزمالك، لعبتوا انتوا الزمالك انتهت بالتعادل السلبي. أيوه. في ملعب الزمالك. صح مظبوط كده؟ ايه بقى احكي لنا على المباراه دي. والله الماتش انت عارف دايما ماتشات بقى اهلي وزمالك تبقى خارج اي توقعات طبعا. الماتش كان ماشي بشكل كويس. خاصة الأهلي كان مسيطر على يعني أكثر مباراة في أوقات كتير وكان هو الأقرب للفوز. يعني مظبوط. احنا يعني يمكن احنا في آخر 10 دقايق مضيعين 3 أهداف انفرادات. يعني كنا نستحق ان احنا ناخد الثلاث نقط. مفيش شك طبعا الزمالك برضو في بداية الشوط الثاني يعني حوالي 10 دقايق كانوا هم برضو مسيطرين وضيعوا واحدة في العارضة، لكن احنا الحمد لله قدرنا ان احنا ببعض تغييرات قدرنا نعملها كجهاز نظبط نص الملعب والحمد لله قدرنا نمسك كوره. وزي ما بقول لك في اخر 10 دقائق كان وان سايد جيم، يعني احنا كنا المفروض نخلص الماتش بس يعني ما كانش فيه توفيق. تمام. الحمد لله. عايزك بقى تعرف كل جماهير النادي الاهلي بابرز المواهب الموجوده داخل 99، خاصه ان 99 ما شاء الله عندنا لعيبه كويسه. فانا عايز كابتن مدحت بقى هو اللي يعرف الناس بالمواهب الموجوده. اولا احنا فرقه 99 فرقه انا اعتقد انها يعني من الفرق المظلومه عندها فيها احنا يعني بنعرض اهداف دلوقتي وانت بتتكلم يا كابتن مدحت خلال المشوار الدور الاول لفريق ال 99. تمام. في لعيبه كويسه جدا بس للاسف الفتره اللي فاتت ما كانش في تنظيم ليهم بشكل كويس. في عندي حارسين مرمى كويسين جدا، عندي رمضان ابو حطب الحارس الاساسي عندي. تمام. عندي محمد طارق طبعا حارس هايل. تمام. كان بيلعب السنه اللي فاتت. تمام. عندي في خط الدفاع عندي الناس عدد كبير جدا، عندي ابراهيم باك رايت، عندي محمد شكري طبعا باك ليفت. عندي عادل، عندي مانو. في نص الملعب عندي احمد السيد لسه جاي منتقل السنه دي، جايبين السنه دي احمد السيد لعيب كويس جدا. عندي طبعا في صالح ناصر طبعا هداف الفريق، عندي فهد جمعه الفيرود الاساسي الموجود عندي، عندي عدد كبير من اللعيبه انا مش عايز انسى حد. بس كل دول الحمد لله الحمد لله السنه دي بيأدوا بشكل مختلف. تمام. وروح مختلفه. تمام. فان شاء الله باذن الله بنحاول نفنش الموسم بالشكل ده ونحاول بقدر الامكان ان مثلا 2 أو 3 يقدروا مثلا الدرجه الاولى يبصوا عليهم.
ده يعتبر مكسب بالنسبه لنا. يعني كابتن مدحت وانت برضو يعني في حساباتك ان تبقى متصدر الدوري برضو انك تصعد لعيبه الفريق طبعا الأول. ده زي ما قلت لك يا كابتن اسامه، احنا الهدف بتاعنا في القطاع ان احنا نصعد الاول. ده الهدف القطاع، نصعد لعيبه للفريق الاول في كل المراكز، والدور الثاني او الحاجه الثانيه ان احنا نمشي ناخد بطولات، يبقى بالتوازي. فلكن احنا الهدف بتاعنا كقطاع ناشئين السنه دي ان احنا نصعد او نلبي احتياجات الفريق الاول في الاماكن النقص الموجوده فوق. ما شاء الله انت بتقول لي في البدايه من 2005 ل 2018 ما شاء الله سنوات طويله من العطاء داخل قطاع الناشئين. عايزك برضو تعرف جمهور النادي الاهلي المواهب اللي اشتغلت تحت ايد الكابتن مدحت طه وبدات تبقى موجوده في الفريق الاول. والله يعني بعض الاسماء، عدد كبير جدا طبعا. كابتن ناس كتير جدا، كابتن عمرو جمال طبعا، عمرو جمال كان معانا، سعد سمير، محمد هاني. ده انا بقول لك اللي موجودين دلوقتي، في ناس كانت موجوده ومشيت. يعني كان لا اقول حتى لو في ناس طلعت موجودة ومشت كتير جدا. بقى يعني كان معانا شبيطه، معانا عفروتو، رامي طلعت، رامي ربيع طبعا لسه موجود لغايه دلوقتي. في عمرو الحلواني في امبي كان معانا في النادي الاهلي. ده في اول سنه في 2005 الجيل ده كان موجود. هشام محمد، هشام محمد طبعا، والجيل بقى احمد شكري وعفروتو كل دول كانوا معانا. فبقول لك عدد كبير جدا يعني. الحمد لله السنوات الكبيره دي عدت علينا كلها، كل انت عارف كنا بنمسك فرقه الشباب، فكنا البوابه اللي هي بتودي على الفريق الاول على طول. فالحمد لله عدد كبير يعني. طيب عايز اخدك بقى النقطه، وانت بتقول لي انك اشتغلت مع كابتن فتحي مبروك يعني مدرب عام، وهو دلوقتي كابتن فتحي مبروك اصبح مدير قطاع الناشئين. العلاقه بقى ما بينك وبين الكابتن فتحي، خاصه ان الكابتن مدحت اشتغل سنوات طويله مع كابتن فتحي مبروك. انا اشتغلت مع الكابتن فتحي سبع سنين متواصلين في فرقه الشباب. فطبعا الحمد لله يعني خلاص بقى فهمت طريقه تفكيره. فهمت هو بيبقى محتاج ايه، هو عايز ايه، فانسجمنا بشكل كبير. والحمد لله السنه دي ان هو موجود رئيس للقطاع يعني، فبيسهل علينا حاجات كتير، بالذات يعني التعامل معاه بيبقى سهل جدا، غير لما تبقى تتعامل مع واحد لسه جديد انت متعرفش تفكير. فالحمد لله طبعا العلاقه هايله جدا والامور ماشيه بشكل كويس، والحمد لله قطاع السنه دي متصدر في كل الفرق ما شاء الله. فالحمد لله السنه دي في طفره كويسه جدا. ونتمنى ان شاء الله انها تستمر باذن الله. دي كانت زياره كابتن محمود الخطيب في بدايه الموسم لقطاع الناشئين، وكان معانا تقرير دلوقتي من شويه كان العم عبد الله عيد فتره الذكريات، وكان بيحكي بيقول الكابتن صالح سليم كان بيجي للبراعم الاهلي الصغيرين ويحضر ويتفرج على تمرينهم. شايف الزياره دي خاصه الكابتن محمود خطيب يعني احد نجوم النادي الاهلي في كره القدم وحضوره لقطاع الناشئين، شايف الزياره دي ازاي يا كابتن ميدو؟ والله طبعا حاجه زياره مهمه جدا، بتدينا انطباع ان الاداره بتهتم بالقطاع بشكل كويس وبتهتم بالمدربين بشكل كويس. والزياره دي يمكن انا في خلال ال 14 سنه حصلت مرتين، فمنهم مره الكابتن كان نائب رئيس، والمره دي الكابتن كان رئيس النادي. والمره دي ان هو جالنا في كمان في النادي وجالنا في المكان اللي احنا متواجدين فيه، بتنقل لنا صوره ان في اهتمام كويس قوي السنه دي من الاداره للقطاع، واحنا ان شاء الله يا رب نكون عند حسن ظنهم دايما يا رب باذن الله. طيب عايز اخدك برضو نقطه كابتن فتحي مبروك، دايما بيسافر معاك في كل الماتشات يعني الماتشات الكابتن بيحضر طبعا، هو طبعا عشان الفرق كلها بتسافر، ففي اوقات بتبقى الامور ضيقه، لكن هو بيحاول بقدر الامكان هو كابتن اكرامي يعني متواجدين دايما في كل الماتشات الخارجيه والداخليه. كابتن اكرامي برضه متواجد مع كابتن فتحي على طول، بيساند كل الفرق حتى لو بتلعب في السويس، بتلعب على طول في الاسماعيليه، في كل حته يعني. متواجدين في كل حته. فطبعا بيبقى عبء كبير طبعا عليهم ان هم طول الاسبوع بيسافروا في كل حته، فطبعا ده اهتمام كبير جدا منهم، وزي ما انت شايف نتيجه الاهتمام ده التصدر بتاع الفرق بتاعت الدوري كلها الموجوده في القطاع ما شاء الله باين كمان في 97، خاصه حتى لو 97 مرتبط الفريق الاول، برضو بنتكلم عن 97 انه بيتمرن داخل قطاع الناشئين في مدينه نصر، بنتكلم على 99، بنتكلم على 2000 2001 2002 2003 و2004، يعني ما شاء الله كل الفرق متصدره. 2003 لسه ان شاء الله يعني هنساندهم برضو لما يتصدروا بطوله الدوري بتاعتهم. عايز اخدك برضو لنقطه مهمه جدا هي عمليه التصعيد، خاصه ان يعني في الدور الاولاني 99 ساعات بيفرغ لل 97 لعيبه. عايز اشوف عمليه التنسيق دي بتتم بين الكابتن مدحت وبين المدربين ازاي، خاصه ان الدور الثاني زي ما انت بتقول يا كابتن مدحت هيبقى الجدول كمان مضغوط، تلعب ماتشين في الاسبوع.
هو طبعا احنا قعدنا من بدايه الموسم مع الكابتن فتحي والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن محمد يوسف حضر برضو القعده دي، وحاولنا ننسق طبعا الامور، لان طبعا كابتن عادل كان عنده احتياجات ان هو محتاج ناس من ال 99. فهو دلوقتي معاه تقريبا 3 لعيبه متواجدين معاه بصفه دايمه. مين بقى؟ محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم. محمد فخري. فخري. ومحمد مصير. محمد بس بتستعين بيهم ساعات لو في ماتشات مهمه؟ استعنت بيهم مرتين يعني. منعم لعب معايا ماتشين بس لغايه دلوقتي. كويس. ونصير لعب برضو معايا حوالي 3 ماتشات. وفخري لعب اكتر يعني فخري. وكان معانا عمار. عمار بس قبل طبعا هو انا لسه هاخد رايك دلوقتي في الاعاره بس هسيبك تكمل النقطه دي. عمار لعب برضو معانا فتره برضو كويسه. فدول الاربعه اللي متواجدين مع الكابتن عادل في 97. انا بقى باخد من فرقه ال 2000 من ال 2000 كابتن امين عرابي. كابتن امين عرابي بصراحه يعني الراجل ما بتاخرش علينا، دايما بيدينا اللعيبه. والحمد لله باخد منه حوالي 4 أو 5 لعيبه في كل مباراه. بيأثروا معانا جدا طبعا وبيزودونا بشكل كويس، وهم فرقه كويسه جدا، وانا اتوقع ان شاء الله ليهم ان هم في الفتره اللي جايه هيبقوا حاجه كويسه باذن الله. الدور الثاني ان شاء الله ممكن يبتدي على امتى؟ انتوا الفتره دي فتره توقف؟ توقف مظبوط. امتحانات ابتديتوا تمرين ولا لسه راحه؟ لا بنتمرن الحمد لله. خدنا اجازه 5 أيام ورجعنا للتمرين تاني، ولعبنا امبارح ماتش ودي. وعندنا 3 ماتشات وديين تانيين ان شاء الله. لسه فتره المرحله هنبدا يوم 28/1 أول مباراة مع الإسماعيلي. مع الإسماعيلي فين؟ في الإسماعيلي. الإسماعيلي تبقى ودي مباراة قوية. خاصة إن الإسماعيلي كمان هو اللي في المركز الثاني، فزي ما أنت بتقول حضرتك دي هتبقى بستة بونت. إن شاء الله نتمنى لكم يعني فيها التوفيق. عايز آخدك برضو لنقطة مهمة جدا في دوري 99، أبرز المشاكل والصعوبات اللي بتواجه كابتن مدحت طه في الدوري ده. موضوع التسنين والتزوير، هل برضه بيأثر على مواليد 99؟ طبعا في بعض أندية طبعا بدون ذكر أسامي يعني بتبقى الموضوع باين جدا، لأن هم بتبقوا من الأقاليم، وأنت عارف تسجيل المواليد بيبقى متأخر شوية في الأماكن دي. تمام. فبتبقى اللعيبة باينة جدا إنها كبيرة في السن. فطبعا ده بيأثر علينا كتير، لكن احنا متعودين إن احنا يعني نتغلب على الصعوبات دي بالإرادة والروح بتاعت اللعيبة، والحمد لله يعني ماشيين بشكل كويس. طيب ومشكله الملاعب، يعني انا ما شاء الله الملعب عندنا في مدينه نصر يعني ملعب مهيئ، بيتم رعايته، بيتم الاهتمام به من المهندس الموجود المسؤول عن الملعب. هل برضو بتلاقي نفس الاهتمام في الملاعب اللي بتروح ممكن تلعب فيها؟ خاصه ان انا عارف ملعب الاسماعيلي اللي انتوا هتلعبوا عليه ملعب الجامعه، يعني انا عارفه ملعب سيء جدا. لا يصلح ان يقام عليه مباريات. لعبنا عليه السنه اللي فاتت في 97. لما كنت ماسك 97 لعبنا على الملعب ده، بس السنه دي هم غيروا الملعب. كويس. هنلعب على ملعب نادي القناه. نادي القناه بس مش الاستاد الرئيسي. ملعب الفرع بتاع نادي القناه. كويس. ولو ده خبر كويس ان احنا برضو ملعب الجامعه كان ملعب صراحه للاسف سيء، وده زي ما بنستعرض وبنتكلم عن مشاكل ملاعب، ده ملعب السكه الحديد، ملعب الفرعي اللي بيلعب عليه اولادنا في منطقه القاهره والبراعم، يعني ملعب لا يصلح، وبالعكس يعني ده بيؤدي لاصابات، وممكن لعيب عمره الافتراضي في الكوره بينتهي بدري من الملاعب دي. اتفضل يا كابتن. هو طبعا في بطوله الجمهوريه انا اعتقد ان اتحاد الكوره بيصر ان الملاعب تبقى احسن شويه. يمكن الملاعب برضو السنه دي بتبقى في بطولات المنطقه، لكن بطولات الجمهوريه بتبقى الملاعب احسن شويه. لكن هو الملاعب اللي بتقابلنا سيئه شويه هي موضوع النجيل الصناعي. لان النجيل الصناعي احنا معتبرينه هنا في مصر ان احنا بنعمل الملعب ونسيبه 20 سنه يتلعب عليه لغايه ما يكون خلاص بقى باظ. فهو طبعا النجيل الصناعي ده ليه برضه فتره انه لازم يتغير. هم ما بيتغيرش، احنا بنلعب طبعا مستمر لغايه ما يكون خلاص بقى عامل زي البلاط بالظبط. طبعا بيتعب اللعيبه عندنا. فعلا دي مشكله كبيره جدا برضه بتواجه الناشئين. لو احنا عايزين نبتدي صح عندنا القاعده الاساسيه هي قاعده الناشئين، لازم نهتم بيهم في كل حاجه، في التدريب، ولازم نثقف المدربين، لازم نهتم بالملاعب، لازم نمنع عمليه التزوير والتسنين عشان يبقى عندنا دوري ناشئين قوي يفرز فعلا مواهب للكره المصريه. زي ما بعد كده نشوف ان شاء الله نجمنا العالي محمد صلاح، نشوف عندنا من الناشئين محمد صلاح كتير. كان ضيف المره اللي فاتت الكابتن محمد سعد. كابتن محمد سعد كان متولي السنه اللي فاتت 2003، وكان اتكلم معايا في نقطه عمليه التزوير والتسنين، وقال بسبب كده السنه اللي فاتت كان بطوله 2003 ما عرفناش مين فيها البطل السنه اللي فاتت بسبب كذا وقع التزوير وتسنين. لكن الكابتن علاء نبيل وليه حق الرد طبعا بعت لنا جواب هنا في برنامج الاشبال يثبت ان المقاولين العرب هو يعني صاحب البطوله، واحنا بنستعرض مع حضراتكم دلوقتي الجواب من منطقه القاهره. يسعدني ان اهدي سيادتكم ارق تحياتي الشخصيه وتحيات الساده الاعضاء مجلس اداره منطقه القاهره لكره القدم
متابعين استاذكم دوام التوفيق، نتشرف بالحضور من فريق ناديكم وكر المشارك في بطوله مواليد 2003 للقسمين الاول الثاني 2017 2018، قد حصل على المركز الاول في مسابقه مواليد 2003 للقسمين الاول الثاني، ولا جدال فان هذه النتائج جاءت معبره عن التخطيط السليم والاسلوب العلمي الذي ينتجه القائمين على قطاع الناشئين ومجلس اداره المقاولين العرب. فده كان حق الرد للكابتن علاء نبيل، وحقه طبعا لو في حاجه لازم نوضحها برضو للناس كلها. عايز اخدك برضو نقطه كابتن مدحت، شفت طبعا هنا في قناه النادي الاهلي وعبر ملعب الاشبال كنا زعنا مباريات على الهواء مباشره ل 97. ان شاء الله هيبقى في مباريات خلال الفتره الجايه برضو ل 99، يعني شايف التجربه دي ازاي؟ طبعا دي حاجه كويسه جدا، بتخلي اللعيب كمان يحس ان النادي مهتم بيه، قناه النادي مهتمه بيه بشكل كبير، فبيبدأ طبعا يشتغل بشكل مختلف، بيلعب بشكل مختلف، بيلعب بإصرار بشكل مختلف. لما الولد يعرف ان الماتش متذاع على الهوا وهو بيلعب دلوقتي وناس مصر كلها شايفاه، هيبقى اكيد اداؤه مختلف طبعا عن اداؤه لما يكون الماتش متسجل يعني. فطبعا حاجه مهمه جدا وحاجه كويسه جدا يعني، نتمنى انها تتكرر كتير يعني. عايز اكلمك بقى عن فتره الاختبارات، خاصه انه بتنزلوا طبعا المحافظات وبيتم في اختبارات في مدينه نصر. ممكن الاختبارات تبرز او تسفر عن لعيبه مميزه فعلا تكون في سن كبير، ولا الامر ده ممكن يكون صعب؟ والله يا كابتن اسامه، كل ما السن بيكبر بتبقى الامور صعبه شويه يعني، السن الكبير بصعب جدا ان انت تاخد من الاختبارات لعيب يكون كويس. لان اوريدي مجرد ما بيبقى كويس بيروح نادي من سنه هو صغير، لكن انت لما توصل ولد عنده 19 سنه وبيجي الاختبارات يعني معناها انه ما لعبش في اي نادي، فطبعا بتبقى فرصته صعبه جدا انه يلعب في النادي وهو في السن الكبير ده وما لعبش في نادي قبل كده. فطبعا بيبقى الامور صعبه، لكن هو طبعا الاختبارات بتبقى للسن الصغير، بتبقى اكتر للمدرسة الكوره، بتبقى القاعده اكتر، بتقدر تاخد عدد اكبر من اللعيبه يعني. يعني انت محتاج فعلا في الاختبارات نوعيه لعيبه معينه، يعني انك انت تنقي لعيبه نوعيه معينه حتى من السن الصغير. كابتن مدحت بينزل الاختبارات حتى مش شرط ل 99، ممكن يعني عمليه الانتقاء بتنزلوا وتدوروا في المحافظات على لعيبه، ولا هو بيتم الاختبار في النادي الاهلي بس؟ كل المدربين بتشارك في عمليه الاختبار بغض النظر عن السن اللي انا بشغال معاه يعني. لكن كلنا بنشتغل وكلنا بننزل وكلنا بنروح زي ما بيطلب مننا، في مجموعه بتروح المحافظات، في مجموعه بتروح يعني السنه اللي قبل اللي فاتت كنا في الغردقه، تمام، حته بعيده جدا اشتغلنا فيها حوالي 5 ايام، تمام، خدنا برضو مجموعه كويسه من السن الصغير. فزي ما بقول لحضرتك السن الصغير هو بيبقى بياخد اكتر طبعا من السن الكبير. الاسس بقى اللي بيتم عليها اختيار الناشئ اللي بيتم ترشيحه للنادي الاهلي، موهبه نمره واحد، موهبه نمره واحد. بعد كده الناحيه الجسمانيه البدنيه، لكن نمره واحد الموهبه، طبعا. يعني عكس انديه ثانيه اول حاجه بتدور عليها النواحي الجسمانيه، اشوف لعيب كوره جسمانيا قوي يقدر يشارك في بطوله، وابص ان انا عايز اخد بطوله في الوقت الحالي، والنادي الاهلي ليه نظره ثانيه مستقبليه، انا ببص لاربع خمس سنين قدام. تمام. اللعيب الكبير في الحجم ده هتلاقيه يوصل لغايه 16 سنه وهيبطل، لكن طبعا اللعيب الموهوب هو اللي بيكمل بعد كده، فاحنا ما بنبصش لحته الناحيه الجسمانيه دي بشكل كبير في الفتره السن الصغير ده. لكن يهمنا الموهبه الاول. فعلا عندنا مواهب داخل النادي الاهلي بتاعنا شيء؟ طبعا طبعا، المدرسه عندنا ناس هايله جدا، وكنت بحب اتفرج على ماتشاتهم ال 2005 وال 2006 مبارياتهم اللي في بطوله المنطقه، بتبقى مباريات قويه جدا، وبتبقى مبسوط جدا ان تتفرج على اولاد صغيره بيعملوا حاجات اكبر من سنهم يعني. تمام، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، متشكر جدا، وطبعا سعيد باللقاء ده، وان شاء الله تتكرر باذن الله. بشكر ضيفي وضيفكم النهارده الكابتن مدحت طه المدير الفني لفريق 99، ان شاء الله بنتمنى له التوفيق خلال الدور الثاني. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.